السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير. الله يحفظك رب العالمين ويطيب قلبك ويجبر خاطرك، اللهم امين. ولك بمثل. الله يحفظك. لو سمعت شيخنا دلوقتي، ايام زمان كان في حاجة اسمها وضع يد على اراضي معينة. ايوه. واحد حط ايده على ارض معينة. ارض اوقاف ولا لا؟ وضح السؤال لا تكتم. يعني ايه اوقاف؟ يعني واحد تبرع بالارض هذه لوزارة الاوقاف. لا 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 لا. هي ارض من؟ ارض حكومة ولا ارض ايه بالضبط؟ زي بيقولوا مثلا كانوا اصحاب عزب وبتاع وكده يعني. لا، ما في ناس واقفة الارض اوقاف، اصحاب العزب منهم ناس كانوا طيبين ايضا واوقفوا الارض لله. لا، هي ملهاش علاقة ده بالالقاء، ملهاش علاقة بالاوقاف خالص يعني. طيب انت جئت الان وضعت يدك على ارض ليست لك. ما لو سمحت شيخنا، يعني هي لو اوقف اصلا حرام طبعا، صح؟ يعني انا اوقفت ارضي لله، تيجي انت تاخذها وتقطع فيها وتأجر فيها وتبيع وتشتري فيها على اي اساس؟ طبعا طبعا. على اي اساس يعني واحد واقف قال فدان ارضي لوزارة الاوقاف، الوزارة تعمل عليها اي شيء خيري لله. جي واحد وضع يده عليها وبدأ يقطع فيها ويبيع ويؤجر فيها للناس. نعم. حرام حرام حرام. طبعا طبعا. هي بقى لو مش اوقاف. بل لو مش اوقاف وارض ما تعرفش صاحبها، على اي اساس تاخذها انت؟ ما حدش ياخذها طبعا. طبعا ما حدش ياخذها. طب لو خدها اصلا ودلوقتي ايه بقى؟ يعني الراجل خدها واصحاب الارض عشان ياخدوها منه، اللي هو اصحاب العزب ومش ذلك الاولاد، عشان ياخدوها من الراجل ده قالوا له هنديك فلوس عشان تسيبي الارض. طيب. المشكلة دلوقتي بقى مش في تمن الأرض، المشكلة دلوقتي في أولاد الراجل ده. هل مال الأرض دي لما يسيبها؟ ولاد الحرامي؟ أيوه ولاد الحرام. إيه؟ لما ياخدوا الفلوس هيقسموها ولا يعملوا بقى إيه؟ أنت بتسألني اللصوص يقسموا الفلوس ولا ما يقسموهاش؟ ما دي مصيبة كبرى للأسف يعني. أنا على فكرة أنا مصدوم من الأمر، لكن أنا اضطررت إن أنا أسأل حضرتك فيها. لا، قلت لهم حرامية زي أبوكم. إيه؟ قلت لهم أنتوا حرامية زي أبوكم. نعم، يعني أصلاً دي فلوس حرام. طبعاً. نعم. أنتوا عارفين صاحب الأرض. أنت نعم. الآن يعني المفروض أصلاً يرجعوها لصاحب الأرض. طيب، ما دام تعرف صاحب الأرض، تيجي تضع يدك على أرضي وتساومني عليها وتاخذ الفلوس ويجي الورثة بعد هلاك الحرامي الكبير يدخل كيف يقسمونها؟ هذا السؤال. المصيبة اللي بقول لك ده عرف. السلام عليكم. عرف اللصوص لا يتبع.